بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو وخاص بالعاب الاندرويد. سوف نتعرف على 11 لعبة، وصراحة هناك العاب يعني مفاجئة بشكل كبير جدا، ما كنا نتوقع صراحة ان تكون لهواتف الاندرويد. واولى هذه الالعاب اخواني الكرام هي هذه اللعبة الجميلة التي مؤكد اي شخص منكم سوف يدمنها بعد ان يلعبها، فتتبارى مع شخص حول العالم. إذا كنت تريد لعب أونلاين، أشخاص كثيرون بطبيعة الحال كل ما تقدمت تلعب مع شخص يعني متقدم في اللعبة، ترمي هذا القرص والغرض الهدف هو أنه أي شخص، الشخص الأول الذي سوف يرميه في السلة التي توجد يعني في النقطة الحمراء كما سوف تشاهدون هو الذي سوف يفوز. بطبيعة الحال أنا رميت في الأول الحين وسوف يرمي هذا الشخص الآخر الذي من كندا على ما أعتقد، فالعالم الكندي في الأعلى، وانا بما اني يعني في اسبانيا موجود العالم في اللغة الاسباني في الاعلى. وكما سوف تشاهدون الشخص الذي سوف يرميها في السلة التي تكون يعني في اللون الاحمر الذي يظهر هناك سوف يكون الفائز. فسوف اضرب انا الحين يعني، وكما تشاهدون في الجهة هذا اللون الاخضر هو الخاص بالسرعة، يعني بالسرعة، والسهم الذي هو في الوسط هو خاص بالاتجاه. انا معكم اعلم هنا يعني بان السهم في الوسط هو خاص بالاتجاه، بالتالي يجب عليك التركيز جيدا حتى تذهب يعني الصحن في الاتجاه الذي هو سليم كما سوف يفعل هو الحين يعني في هذه الضربة الخاص به. كما سوف تشاهدون في الوسط، اذا وضعته في الوسط سوف يذهب في الاتجاه بالوسط. ويعني سبق صراحة يعني بانه في هذه اللعبة يعني هذا الشخص يعني تغلب علي، لاني اول مرة العب هذه اللعبة انا اكتشفتها لكم وصورتها مباشرة لكي اشاركها معكم. مؤكد يعني سوف اكون مدمن لها صراحة. الحين سوف يضرب هو، اقتربنا من الشبكة واكيد يعني سوف يفوز اخواني الكرام لانه الشبكة قريبة منه. اللعبة رائعة جدا 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 وسوف تحبون، والتقدم في اللعبة بالفوز على واحد ثم الثاني ثم الثالث الى غير ذلك. صدق او لا تصدق لعبة فورتنايت يعني الحين لها لهواتف الاندرويد والايفون، يعني فلم تتوفر بعد على بلاي ستور، ولكن يمكن لك الدخول الى الرابط اسفل الفيديو ثم كتابة يعني الايميل الخاص بك اسمك حتى يرسلون لك يعني الرابط. اخواني الكرام، من كان يصدق ان هذه اللعبة سوف تكون يوما لهواتف الاندرويد؟ صراحة شيء يعني خرافي، ولن يعود يعني خصوصا في هذه السنة قيمة للاجهزة يعني بلاي ستيشن او الاكس بوك ما دامت تظهر هذه الالعاب الحين يعني لهواتف الاندرويد وتلعب ايضا بنفس الجرافيك اخواني الكرام. بالتالي فالرابط سوف تجدون اسفل الفيديو، صراحة فاجأتني أنا شخصيا وسوف تستمتعون بها إن شاء الله إخواني الكرام. اللعبة الأخرى إخواني الكرام المفاجأة اليوم مباشرة تم إطلاقها رسميا على بلاي ستور ويجب عليكم تحميلها، لعبة بوغ أوفيسيال يعني بوغ موبايل أوفيسيال. هذه اللعبة طبعا التي سبق وشرحناها قبل تقريبا يعني شهر لكن في نسخة صينية، لذلك يعني امسحوا إذا كنت قد قمت بتثبيت نسخة صينية وثبت يعني هذه النسخة الرسمية. اللعبة بطبع الحال مشهورة ومعروفة إخواني الكرام وسوف تستمتعون بها على هاتفكم الأندرويد ومجانا، الجرافيك يعني الخاص بها خيالي جدا حتى على الألعاب صراحة يعني الضعيفة والمتوسطة سوف تشتغل بدون مشاكل. بالتالي فالرابط أسفل الفيديو واستمتعوا باللعبة لأنها الحين متوفرة رسميا. اللعبة المهمة هي لعبة هوكي على الجليد، لعبة جميلة جدا صراحة إخواني الكرام، حصدت يعني تقريبا مليون يعني تحميل في بلاي ستور. أنا باللون الأحمر الذي مع الكرة الحين وتغلبت عليه كما ذكرت، حصلت على مليون تحميل وتقييم كبير جدا. عندما سوف تلعبونها سوف تستمتعون بها أيضا لأنه صراحة طريقة اللعب، هناك أيضا لعب يعني جماعي إلى غير ذلك، طريقة اللعب ممتعة والجرافيك أيضا ممتع يعني سريع ويعني قوي. بالتالي يعني سوف تجدون رابط أسفل الفيديو بالنسبة لإخواننا الذين يحبون مثل هذه الألعاب، فأكيد يعني سوف تقوم بتحميلها بدون تردد، هذا هو الهدف، أنتظر هذا الهدف حتى تشاهدوا الذي سجلته. بالتالي إخواني الكرام فاللعبة جميلة جدا ومجانية سوف تجدون أسفل الفيديو. طيب إخواني الكرام هذه اللعبة أيضا جميلة وسوف تجدون أيضا هذه اللعبة مهكرة يعني فيها نقود فيها سيارات إلى غير ذلك، رابط يعني خاص بها ابيكا يعني تقوم بالسيتي، وسوف تجدون ايضا رابط اذا كنت لا تريدها مهكرة على بلاي ستور.
طبعا يعني اللعبة فكرتها جميلة جدا، يجب عليك الوصول لخط النهاية مع يعني تجاوز تلك العراقيل، وأيضا في المرحلة التي تمشي فيها يعني، فإذا نفذ الوقود ولم تصل إلى المكان الذي فيه الوقود فيجب عليك تكرار العملية مرة أخرى بالرجوع إلى نقطة الصفر. هذه مرحلة ثانية وتجدها شوي حتى أنها صعبة شوية يا إخواني الكرام، مع المراحل لاحظ ما هذا هو الوقود، مع المراحل التي سوف تأتي سوف تكون أصعب. يعني اللعبة حققت أيضا نسبة تحميلات كبيرة جدا، استمتع بها، فهي موجودة على بلاي ستور مجانا إخواني الكرام. اللعبة الأولى لعبة جميلة أيضا، لعبة حروب دبابات، يعني نوعا ما صراحة فيها الجرافيك الخاص بها ليس بذلك المستوى، لكن هذا لا يمنع أن تلعب هذه اللعبة التي صراحة يعني تستمتع بها، يعني حتى الجرافيك الخاص بها كما ذكرت ليس بذلك المستوى الكبير جدا، ولكن على قد سوف يتم يعني تحسينه عندما يتم تحديث يعني اللعبة إخواني الكرام. فاللعبة تتوغل بطبيعة الحال في المدن يعني الأماكن الوعرة إلى غير ذلك، وفي المراحل الأولى تلعب 8 ضد 8 مثلا، الدبابات التي هي الحين الموجودة أمامي والتي عملت عليها زوم لكي أقذف بها يعني ودمرها، فهي للأعداء التي تمر بجانبي والتي هي بجانبي هي خاصة بالأصدقاء، ولديك أيضا الخريطة في الأعلى هنا يحدد لك النقط الحمراء هي الخاصة بالدبابات أعدائك إخواني الكرام التي يجب عليك البحث عليها مباشرة بالتوجه ومشاهدة الخريطة حتى تصل إليها وثم يعني يعني تدمرها بهذا المفهوم. لعبة جميلة صراحة يعني سوف تستمتعون بها أيضا على هاتفكم الأندرويد. الناس التي تحب ألعاب الزومبي فهذه واحدة من الألعاب أيضا يعني الممتعة، يعني التي تحارب فيها يعني الزومبي في المدن وتحاول أن تطهر المدينة من هذه الوحوش المرعبة. لعبة جميلة إخواني الكرام وجديدة أيضا بالمناسبة، وسوف تجدون يعني رابطها أسفل الفيديو. عليك قتال يعني أكبر عدد منه حتى تحصل في الحال على أسلحة كبيرة متطورة، لأنه المراحل التي سوف تأتي ستظهر لك يعني عدة وحوش يعني ضخمة جدا التي تتطلب سلاح أكبر يعني ويعني قوي حتى تقتلها، يعني وإلا سوف يقترب منك يعني بشوي بشوي حتى يقتلك يعني إخواني الكرام. واحد من الألعاب الجميلة التي لعبتها أيضا وسوف تجدون رابطها أسفل الفيديو. الألعاب الحربية أنا فاشل فيها إخواني الكرام القتالية، فبالتالي هذه واحدة من الألعاب أيضا الجديدة التي يمكن لك اللعب، والجرافيك يعني صراحة خيالي جدا، فيها اللعب يعني أونلاين يعني وأوفلاين، لعب أوفلاين أونلاين يعني صراحة أنا شخصيا لا أتقنه نهائيا، وسوف تشاهدون الدليل هنا، يعني تلعب مع ناس يعني سريعون يعني يقتلونك بسرعة كالذي حدث الحين يعني كما سوف تشاهدون. بالتالي واحدة من الألعاب الجميلة بالناس الذين يعني محترفين يعني في هذه الألعاب القتالية فسوف تستمتعون بها. لاحظوا معي يعني أنا فاشل نهائيا دائما يعني يقتلونني بسرعة كما تشاهدون، الرابط الخاص بي أيضا أسفل الفيديو. الناس التي تحب تعلم يعني السياقة في هذه اللعبة تعليمية إخواني الكرام، لعبة يعني سكول درايفر، يعني اللعبة يعني في نسختها 2018 تم تحديثها في يناير الماضي، يمكن لكم يعني القيادة بعدة طرق مختلفة يعني التعلم ومباشرة التطبيق إلى غير ذلك مجموعة من الأشياء. لعبة جميلة صراحة وسوف تفيدكم قبل أن تدخل إلى مثلا تعلم يعني السياق إلى غير ذلك، فهذه اللعبة سوف تفيدكم لها تقييم كبير جدا وتحميلات كبيرة أيضا إخواني الكرام. التلف واحدة من الألعاب الجميلة التي أدعوكم لتجربتها على هاتفكم الأندرويد. إخواني في شخص يطور في لعبة جي تي آ 4 يمكن لكم تحميلها الحين، يعني وصلت إلى مراحل متقدمة وشبيهة 100% تقريبا يعني لجي تي آ في جميع النواحي، بالتالي فسوف تجدون رابط أسفل الفيديو. هذا المطور يقوم بتحديثها باستمرار وعندما يضيف مجموعة من الأشياء والخرائط إلى غير ذلك، وأراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. سوف تكون هناك لعبة أخرى سوف تجدون أسفل الفيديو يعني في الأخير مهكر حتى لا يكون الفيديو طويل إخواني الكرام. لا تزعمنا بالضغط على اللايك، هذه الفقرة تتعبني كثيرا، والمشاركة في القناة وزيارتنا على موقعنا www.pontigre5.com. في أمان الله.